بحسب تعريف المجلس الاجتماعي والاقتصادي بالأمم المتحدة، العمل اللائق هو العمل اللي بيحترم الحقوق الأساسية للفرد وبيحترم حقوق العاملين في إطار مجموعة من قواعد الأمان ومعايير تحديد أجور مجزية مع مراعاة السلامة العقلية والجسدية للعامل خلال تأدية عمله. بالرغم من مساعينا لجعل بيئة العمل أكثر إنتاجية، لكن أحيانا بيكون في واقع فارض نفسه وتغييره بياخد وقت، زي تمكين الشباب في المراسم القيادية وإعراد كوادر صف تاني، ودي فيها مشاكل زي وجود عجز في بعض المهن والتسوية من المؤهل الأعلى ومحاولة إعادة هيكلة الموارد البشرية. وبشكل عام كبر أعمال غالبية العاملين في الهيئة دي بالحسبة وبالأرقام تخلي دور الشباب مقيد شوية. وبدخول كارثة كورونا طال تأثيرها قطاعات كتير، قطاع النقل بعد القطاع الطبي من أكتر القطاعات اللي خسرت واللي تأثرت في أعراض الوفيات وفي أعراض الإصابات. أثرت كمان على الهيئة في اقتصاديات الهيئة وفي مصدر الدخل الوحيد بالنسبة لنا وهو الإيراد، وبالتبعية ده قلل شوية مميزات من اللي كنا واخدينها زي متوسط حافز السواقين وزي الحد الأدنى للمنح اللي كنا بناخدها تشال طبعا الحد الأدنى، ووقفوا الأعمال الغير نمطية وغيرها من الإجراءات اللي اتخذت لمحاولة الحفاظ على اقتصاديات الهيئة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بالذات ان هيئة النقل العام زي اغلب الدول بتشتغل على موازنة خاصة، فأي طارئ بيجد بيأثر اكيد على اقتصادياتها. وطبعا اثبتت التجربة ان القطاع الحكومي هو الأأمن في ظل اللي بنشوفه من القطاع الخاص من تقليل عاملين وتخفيض رواتب وهكذا، وهنسعى ان شاء الله بعد انتهاء جائحة كورونا ان احنا نرجع المكتسبات المالية اللي راحت. العمل اللائق يعني تكافؤ فرص وساعات تشغيل مناسبة وأجر عادل. لجنة الشباب، النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام.